أجواء من الترقب والأمل عاشتها جماهير الوصيف شباب بلوزداد، مع انطلاق الموسم الكروي الجديد متوقعة بداية تعكس طموحات الفريق المتوج بلقب كأس الجمهورية، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث خيبت بداية الموسم أمال المدرب والجماهير. لم يخفي الفرنسي مارتينز خيبته بعد تعادل فريقه دون أهداف أمام ضيفه وفاق الصيف في قمة الجولة الثانية من دور المحترفين الجزائري بعد أن حصل على نقطته الأولى بالموسم منذ عام 2020 وحتى 2023 عانى بطل الجزائري من افتقار إلى مشروع واضح المعالم مما أدى إلى دفع ثمن غياب الاستقرار والتغييرات المتكررة في الطاقم الفني فخلال خمس مواسم تداول على الفريق ستة مدربين اداء متواضع لا يعكس طموح الفريق وجماهيره خاصه بعد فتره التحضيرات الجيده والانتدابات النوعيه التي قام بها النادي فهل سيتمكن المدرب مارتينز من قياده افضل فريق في الجزائر خلال المواسم الخمسه الاخيره